ارحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور احمد سلامه الباحث والمفكر الاسلامي. حياك الله يا دكتور احمد. يا هلا بك. حياكم الله تعالى. الله يحفظك. يا هلا بك. لا صوت يعلو فوق صوتي هذا الحشد العظيم. هذا المشهد المهيب، حجاج بيت الله الحرام الذي قدموا من كل حدب وصوب، من كل فج عميق، استجابة وتلبية لنداء الأنبياء إبراهيم عليه السلام عندما أذن الناس بالحج. خليني بعطيك سؤال مفتوح، يعني في مثل عندما تشاهد مثل هذه المشاهد، وش الشعور اللي يعتريك؟ وش الرسالة اللي توجهها سواء لمن حج أو لمن كان مقيم؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أريد أن أنقل لك شعوري حينما ذهبت لأول مرة ورأيت الكعبة. حينما شاهدتها وقفت في مكاني كما يقال متسمرا، كأن شيء ثبتني، ولا أدري هل هي فرحة أو عبرة، هل هي سعادة، شعور يعني ينتابك لأول مرة حينما ترى بيت الله الحرام، هذا البيت العظيم، أول بيت وضع للناس. طبعا كل الناس بلا استثناء حينما يذهب إلى ذلك المكان ينسى نفسه ويكون في اتصال مباشر مع رب هذا البيت العتيق سبحان الله العظيم، فيدعو لنفسه وللمسلمين. في هذا اليوم حينما يرى مكة ويرى الكعبة ويرى المشاعر المقدسة ينسى الدنيا وما فيها، حقيقة يتجرد من ثيابه، ثياب الظاهرة، ويلبس ثياب الإحرام فيعلنها صراحة: أنا خلعت الدنيا. يخلع عنه الدنيا وبهرجها ومفاتنها وأموالها وكل شيء فيها، ويكون متجردا لله سبحانه وتعالى في موقف مهيب يباهي الله سبحانه وتعالى به ملائكته، يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا أعظم من هذا الموقف، حتى أن إبليس ما رؤي يوما مدحورا ولا مخذولا أكثر من هذا الموقف في هذا المقام المهيب. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينعم على عبد ناداه إلى الحج، فالحج نداء. وكم من أناس أرادوا الحج ولم يذهبوا. ماذا نقول؟ أنا أقول: ربي يسر لي الحج هذا العام، فإن ذهبت فبها ونعمة، وإن لم أذهب كتب لي الأجر كاملا وأنا هنا معك في الاستوديو الآن. على قدر نياتكم ترزقون. ترزقون. وأيضا في حديث لعله يعني في مقال أو يصح: نية المرء خير من عمله. أنا أنوي أن أصلي الآن أو أحج أو أصوم، أخذت الأجر كاملا. قد أذهب إلى الحج ويكون هناك بعض التقصير في بعض المناسك، لكن النية تأخذ عليها أجر كامل. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى النوافل في الحج، هناك الحج النافل غير الفريضة، الفريضة لأول مرة، الحج فيما بعد يأتي نافلة، العمرة أيضا الأول مرة تكون فريضة فيما بعد نافلة، الصلاة الفريضة بعدها يأتي النافلة لتكمل هذه الفرائض أو إذا كان فيها نقص. فلا أعظم ولا أجل من هذا الموقف المهيب، الناس كلهم يتمنون هذا الموقف. ماذا قال يا سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فكل الناس بلا استثناء يتمنى أن يذهب إلى مكة في هذا الوقت. والله حتى غير المسلمين حينما يروا هذا المنظر المهيب يحسدوننا. هو تقريبا أكبر تجمع بشري لا شك، يعني لا يوازيه أي تجمع، لا يوجد مؤتمر أعظم من مؤتمر الحج، مؤتمر عالمي، نداء من لدن حكيم خبير: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. سواء الآن يأتون رجالا يعني راجلين، أو يأتون بالطائرة أو السفينة أو في القديم كانوا يأخذون الأشهر الطويلة حتى يصلوا إلى الحج، وقد يصل وقد لا يصل، قد يدركه الأجل وهو في الطريق.